عايز ساعة حرفيا بمواصفات الساعات الفلاكشيبس اللي هي ساعات ابل وسامسونج وكده، وفي نفس ذات الوقت انت عايز سعرها يكون في المعقول. انت جيت للشخص الصح. دي ساعة جديدة من شركة كي سيلكت اسمها الكي ار 2 وعليها ضمان سنة من الشركة. الشركة دي مؤخرا بتنزل كمية ساعات رهيبة وفئات سعرية مختلفة وبمواصفات فعلا تنافس جدا الساعات الاغلى منهم بكتير. المهم لايكك الجميل ويلا بينا نبدا على طول. اتفرج بجد على حلاوة وجمال الساعة. الشاشة هنا 1.43 انش، شاشة اموليد بريفريش ريت 60 هرتز على فكرة، شاشة ناعمة كده معاك في التنقل، عكس تماما ساعات كتير جدا في السعر ده وارخص منها اللي تلاقي دايما بتعلق كده في التاتش معاك وهي بتحرك، وبيوصل مستوى السطوع بتاعها لحد 1000 نتس حرفيا تشوفها تحت اشعه الشمس مرتاح جدا. والفكره ان الساعه دي جايه ببروسيسور قوي جدا بالنسبه لكل الساعات اللي في سعرها. اي ساعه طبيعيه بتستخدم سي بي يو واحد عشان يعني يؤدي الامور وخلاص الدنيا كده، انما كي سيلكت علت في الحته دي شويه، عملت لك ساعه فيها دوال كور بروسيسور، 2 كورز، واحد للمهام العاليه توصل فريكوانسي بتاعته ل 240 ميجا هرتز، وواحد للمهام القليله البسيطه اللي انت ممكن تعملها الفريكوانسي بتاعته 96 ميجا هرتز. وده مفيد ليك انت في الحالتين. اول حاجه طبعا اداك اداء اعلى في الساعه بكتير، الساعه هنا اسرع كتير جدا فعلا على الفيرجنز القديمه كلها اللي جربتها منهم. تاني حاجه بقى ان ده موفر جدا في البطاريه، لان انت عندك دلوقتي 2 كورز، فانت لو بتعمل حاجه قويه على الساعه مثلا هتلاقي الكور الخاص بالمهام الصعبه بيشتغل، ولما مثلا تبقى بس فاتح الساعه بتاعتك كده مثلا هتلاقي الكور التاني هو اللي شغال معاك، وبالتالي هيوفر في اداء الساعه، مش على طول شغاله بالباور بتاعها كله، فاهم؟ والساعه هنا مزوده بال 2.5 دي جي بي يو زي معالج رسوميات كده، عشان زي ما انت شايف يحصل الانيميشنز دي كلها. دلوقتي تقدر تحط عليها وول بيبرز كلها بتتحرك، وبتتحرك حركات فعلا صعبه، يعني مش اي ساعه تقدر تستحمل اصلا الانيميشن اللي حاصل في الوول بيبرز دي. دي حاجه هم عاملين يتفشخروا بيها قوي على فكره، وعندهم حق، يعني الساعه بتقدر تشغل الحاجات دي. زي ما انت شايف برضو استغلال مساحه الشاشه حلوه قوي في الساعه هنا، انا مش شايف معاها اي مشكله. الساعه تحسها فعلا ساعه غاليه قوي، قريبه جدا من ساعات سامسونج في الشكل ومن هواوي، وبيبقى جاي في العلبه معاها سترابين، يعني انت عندك الاستراب ده واستراب تاني كده بيبقى موجود جوه العلبه، فكقيمه يعني العلبه بتبقى مليانه حاجات. طبعا كعاده كيس سيلكت الساعه دي اصلا تنفع للرياضيين جدا، هم مش انا طبعا، انا مش رياضي تماما، بربع جنيه مش فاضي اصلا. الساعه دي بتدعم اكتر من 100 مود رياضي. بص بقى يا معلم، انت بتلعب يوجا، بتلعب مش عارف ايه، بتسوق عجل، بتطلع جبال، بتلعب جيم، بتلعب جولف، كل الرياضيات الاوت دورز والان دورز كل حاجه موجوده فعلا في الساعه. شوف انت بتلعب ايه وهتلاقيه موجود هنا، يبدا يحسب لك الكالوريز اللي بتعملها او مش عارف ايه، وبتتابع طبعا حالتك الطبيه جدا. 24 ساعه هو بيتراك الهارت ريت بتاعي. تعال نشوف كده نبضات قلبي كام دلوقتي. انا حاسس ان انا تعبان والله العظيم يا جدعان، 110 نبضه في الثانيه. طبعا ده كتير عشان انا تعبان واخد ادويه يا صاحبي والله العظيم، وانت لحد دلوقتي ما دعستش اللايك التمام. انا مش فاهم ازاي، بس انا ملتمس لك العذر على فكره، الواحد بينسى كده كده عادي، فانت اعمل لايك لو نسيت يعني. طبعا بتقيس لك نبضات قلبك، دلوقتي هي بتقيس لي نسبه الاكسجين في دمي، هنشوف كام. اوف 99%. طبعا ممكن تقيس لك الاسترس بتاعك، شوفك بقى التوتر اللي انت فيه والضغط النفسي وكده، كل الحاجات دي فعلا اوبشنز موجوده فيها وشغاله، وشغاله كويس كده كده. الساعات مش الحاجات الطبيه 100%، ولكن تديك مؤشرات ممكن تخليك تقلق مثلا، فتروح لدكتور فتكتشف ان انت عندك مشكله لا قدر الله، او انها تطمنك فعلا اللي هو يعني لا انت في الرينج الطبيعي، مش محتاجه ومفيش كارثه معينه، فاهم؟ الساعه جايه بثلاث زراير هنا، الزرار ده الهوم بتاعك او ممكن تقفل منه الساعه، والزرار ده بيفتح المنيو بتاعتك عادي جدا وتقلب فيها براحتك. وعلى فكره الكراون ده يعني فيه صوت ترس كده، اسمع، سامع صح؟ صوت ترس جميل قوي كده، تحس ان انت ماسك حاجه بريميوم يعني، اصلا جسم البتاع كله من المعدن. وعندك هنا زرار ثالث للمودز الرياضيه، ممكن توظفه زي ما انت عايز، يفتح معاك المودز الرياضيه كلها. ممكن من الكراون ده تقلب في الواتش فيسز براحتك خالص، وتمشيها على حسب لبسك مثلا او بتاع، مش محتاج بقى تخش اوبشنز جوه اوبشنز ومش عارف ايه. طبعا انت عندك برده ابلكيشن هنا ممكن تختار منه كل الواتش فيسز دي، حرفيا تحملهم على الساعه وكلهم بسهوله يعني، ممكن نجرب واحد دلوقتي. طبعا كلها حاجات فيها يعني انيميشنز وبتاع، هم بيتفشخروا فعلا ان الساعه قادره تشغل الحاجات دي عادي. انا مثلا بحمل الواتش فيس ده وهينزل دلوقتي على الساعه بمنتهى السهوله، الموضوع بقى سهل قوي، الكونكتيفيتي ما بينهم سهله. وعلى فكره الساعه فعلا من نقط قوتها انها يعني على الاندرويد والاي او اس كانها بتاعه الشركه حرفيا، فعليا الساعه دي بتكونكت على الايفون بتاعي زي الابل واتش، ما فيش اي اختلاف بينها وبينه. طبعا هو نزل دلوقتي اهو، الهوم بيج نفتحها بقى تلاقي فيها الشاشه موجوده اهي، بس طبعا الاضاءه قويه جدا فخلينا نوطي الاضاءه عشان احنا معلينها على الاخر. طبعا بص احنا بيجي لي دلوقتي النوتيفيكيشنز عادي على الساعه جدا بالانجليزي، وعايز اقول لك كمان النوتيفيكيشنز اللي بالعربي بتيجي. انا بعت لنفسي مسج كده دلوقتي، بص كده انا بعت نفسي، الو شوف، الو، عادي جدا هي بتقرا حتى النوتيفيكيشنز اللي بالعربي. وعلى فكره الساعه دي اصلا فيها اوبشن العربي، يعني السيتنجز كلها وكل حاجه تبقى بالعربي عادي. وفي العموم هي بتدعم اكتر تقريبا من 21 لغه، تلاقي بقى مش عارف الماني وفرنساوي وانجليزي وكل حاجه حرفيا. والفكره في حته الكونكتيفيتي ان حتى الموبايلات الجديده، يعني ده ايفون 15 يا جماعه، شغال عليها عادي جدا، انا يعني لسه مجربه عليه. والابلكيشن بتاعهم بقى شكله بروفيشنال قوي الصراحه، وشكله حلو من جوه كده، وفي استخدامات كتيره جدا، يعني مثلا تقدر تظبط هنا كل حاجه في الساعه عادي جدا، انك تظبط الارم، او انها تفكرك تشرب ميه، او انك تغسل ايدك، معرفش الصراحه ليه
ايه ممكن حد بجد يخلي الساعه تفكره يغسل ايديه. تقدر كمان تضيف كونتاكتس عندك على الساعه، طبعا مش هتقدر تضيف كل الاسامي ولكن بتختار كذا اسم مثلا من الناس المهمين اللي بتكلمهم كتير، ممكن تضيفهم على الساعه ومن الساعه على طول تتصل عليهم. على فكره الصوت الميكروفون بتاع الساعات بتاعه كي سيلكت بتبقى دايما ممتازه، جربناها في فيديوهات كتيره جدا، بس انا حاليا معيش رصيد صراحه، يعني بقول لك انا حاليا معيش رصيد، فاحنا مش هنجرب صوت الميكروفون للاسف في الفيديو النهارده. لو شحنت ممكن ابقى اصور حته كده سريعا وانا بكلم واحد صاحبي ولا حاجه. المهم بقى صوت السماعات كمان، يعني وانت بتسمع حد بيتكلمه الصوت بتاعها عالي جدا. وخليني اجرب لك حاجه كده، الساعه من كتر ما الكونكتيفيتي فيها ممتازه وسريعه كده والبروسيسورز بقى والحاجات دي كلها، عايز اقول لك انا مثلا لما افتح انغامي هنا وهشغل اغنيه هنا مثلا على الموبايل، اسمع كده انا مشغلها على الساعه دلوقتي، يعني الصوت ده طالع من الساعه، صوت الساعه ممكن توقفها. بص اصلا الشاشه عامله ازاي وشغل الانيميشنز والحركات وبتاع، تحس الموبايل يا جدعان مش ساعه والله. صوتها عالي يا جماعه، انا سامع الصوت في اي حته في الشقه انت فاهم، ولو بتكلم حد في التليفون هتبقى سامعه بصوت عالي جدا، صوتها فعلا عالي. وعلى فكره احنا معانا دلوقتي اللون السيلفر من الساعه، وعلى فكره في منها لون اسود شكله جامد جدا برضو، والاسترابس طبعا بتاعتهم اصلا فكره الماجنت ده انا بحبه قوي. بص انت الفكره دي من غير بقى ما تعمل اي حوارات، انت بتعمل الساعه كده على ايدك بتفكرني بالحاجات، فاكر الساعات بتاعت قلبه زمان كنت تقفلها كده على طول بمنتهى السهوله، بس دي بماجنت بقى، وبتبقى لونين على فكره، يعني لون هنا كحلي ولون بني، تقدر تقلبها زي ما انت عايز على حسب الطقم اللي انت جاي بيه. يعني هم شغالين على كل ناحيه، عارف انت اللي هو الساعه الشيك الجميله، في نفس الوقت الساعه بقت عمليه قوي زي ما قلت لك وسريعه في المنيو والكلام ده كله. ومن اكتر الحاجات اللي عجباني في الساعه فعلا هي البطاريه بتاعتها، بطاريه الساعه هي 360 ملي امبير اور، بطاريه تقعد معاك فعلا الاستخدام العادي بتاعنا اللي هو المتوسط، يعني مش على طول بتستخدمها ومبهدلها شغل اولويز اون ديسبلاي وبتاع، تقعد معاك مثلا بتاع 5 6 ايام على شحنه واحده، ودي حاجه اصلا ما بتحصلش في ساعات ابل اللي سعرها يعني ممكن تكون 10 اضعاف سعر الساعه دي حرفيا، او مش 10 اضعاف ممكن 8 9 اضعاف. ساعه ابل انا جربتها قبل كده ومعايا وبتقعد معايا يوم واحد حرفيا استخدام، انت كده شكرا قوي تبوس ايدك وش وضهر ده لو كملت معاك اليوم. انما الساعه دي 5 6 ايام تقعد معاك باستخدام متوسط، يعني لو استخدامك كتير بقى ومش عارف ايه اوبشنز الرياضه بتستخدمها اولويز اون ديسبلاي والكلام ده كله، معلي البرايتنس بتسمع عليها حاجات وبتتكلم وكده، تقعد معاك من يومين لثلاثه، ودي حاجه ممتازه يا جماعه، وبجد مفيش حد بيستخدم الساعه بتاعته استخدام شره، يعني انا عايز اقول لك باستخدامي انا فعلا 6 ايام. ولو نفترض مثلا ان انت طالع كامب لفتره كبيره او حاجه، ممكن تشغل وضع الباتري سيفر بتاعهم وده يقعد معاك الساعه المفروض من 10 ل 15 يوم. بص بقى النوتيفيكيشن بتظهر ازاي بسهوله، خليني اقفل الساعه كده كده كده، هتلاقي ان الساعه بتفتح معاك عادي، الاوبشن ده برده موجود فيها. وتقدر كمان تكلم سيري اللي على موبايلك اللي انت رابطها بالايفون، يعني هنا كده من خلال اوبشن اسمه الاي اي فويس، تعالى كده ننزل عليه تحت. يا جماعه اتفرجوا على الحلاوه بجد، بص المنيو بتجري ازاي، البتاع ما بتعلقش، شاشه 60 هرتز ممتازه، عندك هنا الاي اي فويس تضغط عليه ومن هنا تقدر تكلم سيري، هاو ار يو، انا بكلم سيري هنا بص كده على الموبايل اهي، ده برضه حوار جامد جدا، انت عندك مساعد ذكي على الساعه، تقدر تخليها بقى تعمل كل حاجه انت عايزها على الموبايل او على الساعه، تظبط لك مثلا منبه او تتصل على حد او ايا يكن. عندك هنا اوبشن اله حاسبه، وعندك تايمر، وعندك كشاف لو انت عايز تستخدمه سريع سريع كده، البومودورو تكنيك مثلا لو انت عايز تستخدمه التايمر بتاعهم عشان تذاكر بقى كل تلت ساعه وتاخد 5 دقائق بريك والحاجات دي، الحاجات دي موجوده في الساعه اصلا بلت ان. وعندك هنا بقى اوبشن الكاميرا موجود على الابلكيشن، الكاميرا الخلفيه عادي جدا ممكن تحطها عشان تستغل كواليتي الكاميرا، ومن هنا كده تقدر تصور نفسك ومداس ستارت تاني، بصوا كده 3 2 1 بيعد على الموبايل هنا اهو وخد صوره دلوقتي، فبرضه اوبشن الكاميرا ده كويس جدا وعامل لو انت قاعد تشتغل لوحدك. طبعا جه وقت التجربه المهمه بتاعتنا وهي الميه، لان الساعه دي ووتر بروف يا معلم، بريت اي بي 68، فتقدر تنزل تعوم بيها بقى في البسين، تاخد بيها شاور، مش عارف ايه، تتوضى بيها. انا لازم كل ساعه من كيس الليك تجرب الحوار ده عشان اتاكد 100% هي الساعه دي ضد الميه ولا لا. يلا بينا 1 2 3 تا 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 تا، نزلت طبعا الساعه وعادي جدا ولا اي حاجه وشغاله، حتى الجرافيكس شغال والدنيا تمام. طبعا التاتش مش هيبقى شغال جوه الميه، ولكن لما تطلعها كده وبعدين اشتغل يا معلم عادي جدا، التاتش سريع والدنيا بص ولا اي حاجه، ولا كانها نزلت الميه وطلعت اصلا. هننزلها تاني ونجرب كده نغير الواتش فيس وهي جوه الميه، يعني مثلا من هنا كده هختار واتش فيس تانية وليكن دي، هقول يوز. بص انا غيرت الواتش فيس وهي جوه المايه حرفيا، ساعتهم بجد ضد المايه واعتماديه جدا. قعدنا بقى نقضى في المكان اللي احنا عملناه ده عشان بعدين الدنيا المهم، وفي نفس الوقت الساعات دي فعلا ما اتكسرتش مني مثلا او اتخربشت مني او حاجه، البادي نفسه ما بيتخربش ما بيتكسرش، انا بيعجبني الماتيريالز اللي هم مستخدمينها. وهنا بقى نيجي لحته مهمه جدا وهي سعر الساعه، ساعه بالامكانيات دي وبالبروسيسور ده وبالشاشه الاملد وريفريش ريت 60 هرتز والاضاءه ال1000 نتس اللي بتتشاف تحت اشعه الشمس عادي وميكروفون كويس وسبيكرز قويه، الساعه دي تعمل لها كام؟ الساعه دي سعرها الرسمي 99 دولار،
$100 على الويب سايت بتاعهم. هي نازله خصم من 109 ل $99. في منها لونين زي ما قلت لك السيلفر والاسود. وانا بجد شايف بالامكانيات والمواصفات والخامات دي ان دي تبقى ساعه ب $100، يعني بنتكلم في 3000 جنيه يا جماعه. فعلا اقل ساعه تلاقيها من شركات زي سامسونج وكده، فعلا ممكن يبقى فيها فيتشرز كتيره ناقصه عن دي، حرفيا ضعف سعرها. ده غير طبعا ساعات ابل اللي هتلاقيها كسر اكتر من كده بكتير، يعني تتكلم في 10000 جنيه و15000 جنيه. ساعه يعتمد عليها تعيش معاك سنين، ودي مهمه جدا. خلي بالك انت ممكن تروح تجيب ساعه ب 1000 جنيه، هتجيب ساعه مش عمليه، هتضايقك في الاستخدام، هتبقى بطيئه معاك، مش ضد الميه، خاماتها ضعيفه، ممكن ما تعيش معاك، بطاريتها هتلاقيها ضعيفه، حاجات كتيره جدا، الميكروفون ضعيف، السبيكرز. هنا انت عندك كل حاجه وبسعر فعلا مناسب، انا شايف تقدر تحوش له وتجيبه. طبعا الساعه عليها ضمان سنه من الشركه، دي حاجه كويسه قوي. ولو عليك تعرفين فيديو زي ده انا مستحيل فوته من غير جيف اواي. الساعه دي بما انها عجباني فعلا فانا هعمل عليها جيف اواي، هديها هديه لحد فيكم اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي، لان انتوا اخواتي وحبايبي وانا ما بستخسرش فيكم حاجه. انا هعمل جيف اواي على الساعه دي، في واحد منكم هيكسبها. هتلاقي شكل النجمه ده اتكرر 10 مرات في الفيديو، كل عليك انك تكتب كومنت فيه تقول لي النجمه الاولى ظهرت في الدقيقه كذا، الثانيه كذا، النجمه الثانيه الدقيقه كذا، الثانيه كذا، وهكذا ال10 نجوم. طبعا تبقى عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تشارك. صاحب الفايز هيكون بعد كام اسبوع من نزول الفيديو ده، وبوديها له لحد عند معلم بالشحن من غير ما يدفع اي حاجه. بس يا جدعان ده كان رايي في الكيس اللاك كي ار 2 الجديده. استنى اعرف رايك انت تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انا بقرا كل الكومنتس وبرد عليها. وبس يا جدعان، تشوفوا لايك شير سبسكرايب كبير، ولكن اخر فيديو جديد. Peace.